حفيدي. من حفيدك؟ حفيدي محمد، اسمه محمد بن عبد الملك. من أين جئت يا بابا؟ جئت من كشمير. تعال يا محمد تعال. مكانك بعيد، كيف جئت؟ تعال يا محمد. جئت بالقطار، أنا تعبت جدا. أنت ضعيف يا بابا، أنت ضعيف. لا 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 لا، أنا لست ضعيف، أنا قوي. والله هل تريد الماء يا بابا؟ نعم نعم، أنا عطشانه. يا نور الحسن بسرعة بسرعة اشرب الماء يا بابا. شكرا لك يا أبو أم. اشرب جرعة جرعة يا بابا. خذ هذا نادوه حفيدي. تفضل يا محمد تعال. يا محمد تعال. السلام عليكم يا بابا. وعليكم السلام يا حفيدي، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، وكيف حالك أنت؟ أنا بخير. هل تعلمت اللغة العربية؟ نعم أتعلم اللغة العربية. أبوك ذهب إلى بلوشستان. كيف؟ بالقطار. ماذا يعمل أبوه؟ أبوه تاجر. أبوك ذهب إلى بلوشستان، متى تجيء إلى البيت؟ سآتي بعد الاختبار. متى يكون الاختبار؟ يكون الاختبار بعد أسبوعين. هذا أفضل، استعد واستعد للاختبار. نعم أنا مستعد للاختبار. نعم لتحصل درجات عالية. نعم إن شاء الله. هل تريد الطعام؟ لا 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 شكرا لك يا حفيدي. كيف أهل بيتي؟ كلهم بخير. خذ هذا فلي. لا لا يا بابا عندي يوجد. هذه خذ هذا خذ. لماذا عندي يوجد؟ عندي يعني 2000 يوجد 2000. لكن خذ هذا، هذا مصروف جيبك. شكرا شكرا يا بابا شكرا شكرا. أريد الانصراف. لا يا لا, لا, لا يا بابا. اصبر ستذهب غدا إن شاء الله. لا 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 أبوك أيضا إلى بلوشستان مسؤولي بلوشستان.